ترى انطلاقة أشواط هذه الأمسية التراثية الجميلة، أمسية هنا أيضا أصحاب السمو والشوخ على أرضية هذا الميدان في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة في هذا المساء المميز الجميل. نتابع معكم مجريات وأحداث هذا الشوط، نسير في المراكز الأولى، هناك سيارة للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة لبقية الفائزين في هذا الانطلاق المميز الجميل. نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط والمنطلق هنا في هذه اللحظات الصوبي المنطلق هنا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعود المكتوم بن ضمرم سري بن سالم بالعرطي الحميري، وعلى المركز الثاني، المركز الثاني في هذه الانطلاقة الجميلة الوصول من الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني مسفر بن علي بن عبيد السناري في تضمير من ينطلق بالتحديات الجميلة الوصول. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا يأتينا مليح من هجن الرئاسة مع المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والوصول كذلك من قبل وافي سمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم أحمد بن أحمد بن علي أو حمد بن علي العويسي في تضميرة، الوصول من قبل هنا مروع من هجن العاصفة خامسا بقيادة غياث الهلالي من يأتينا على خامس المراكز. المركز السادس مرعب لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني بقيادة المضمر هنا بهذه الانطلاقة حمد بن محمد السندوانة المري، وسابع المراكز المركز السابع والوصول من حفيد من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل لوهيبي، والوصول من هنا بهذه الانطلاقة الجميلة من ذرلي سمو الشيخ خالد بن حمدان بن راهد النعيمي وسعيد بن فايل الزرعي في تضميره من ينطلق هذه التحديات الجميلة والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع المسيرة هنا بهذه الانطلاقات. المركز التاسع، المركز التاسع والغزال لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي في تضميره، وعلى المركز العاشر والمنطلق هنا هذه اللحظات هملول لسمو الشيخ عمار بن حميد بن راشد النعيمي علي بن مهير بن مليش الكتبي في تضميره. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة في هذا التحدي المنطلقة بالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام على أرضية هذا الميدان نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول، صدارة هذا الشوط هنا بهذه الانطلاقة الجميلة ومروع على الصدارة، مروع على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على الصدارة على المركز الأول، ولكن أرى هنا الصوبي، الصوبي المنطلق بهذا الأداء، الصوبي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعود المكتوم يتابع تيك بن سالم بالعرضي الحميري على المركز الأول والصدارة، مروع في المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة غياث الهلالي، وعلى المركز الثالث، المركز الثالث والمنطلق هنا مليح من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهناك ايضا القادم بهذه الاداءات الاسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن الثاني ومصر بن علي بن عبيد السنوري في تضميره من ينطلق على المركز الرابع خامس مراكزنا. حفيت من هجن الرئاسة بقيادة علي بن يميل لوهيبي من ينطلق هذه التحديات الجميلة هنا خامسا، وسادس مراكزنا منذر لسمو الشيخ خالد بن حمدان بن راشد النعيم سعيد بن فايل الزرعي في تضميره من ينطلق هنا على المركز السادس، وفي المركز السابع، المركز السابع وافي سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعود المكتوم محمد بن علي العويسي من ينطلق مضمر خمسة نجوم هذه الانطلاقات الجميلة. الغزال قادم، الغزال لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان مع هجن التراث بقيادة أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات والإثارة. العاصفة قادمة، العاصفة وهجنها أيضا قادمة، هذا الأداء المميز الجميل مع
نديم بقيادة غياث الهلالي وبعود إلى الصدارة، بعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى الصوبي على الصدارة، الصوبي على المقدمة، على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور، يسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول، يندفع بصدارة هذا الشوط، يندفع بالمقدمة بالمركز الأول والصدور الصوبي. ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعيد المكتوم بقيادة عتيق بن سالم بالعرضي الحميري بهذا الانطلاق المميز الجميل، الصوبي يا ابو احمد هنا من ينطلق بهذا الاداء المميز الجميل والتحدي والإثارة، الصوبي صوبي صوبي والقادم هنا مليح مليح على المركز الثاني لجنة الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن هنا الصدارة مع الصوبي، الصوبي المنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول بيضيف السيارة الثانية في رصيده هنا بهذا الانطلاق سلالة مياس بالصوب ينطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هو الصوبي على الصدارة، سلام 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 سلام. ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهب بن سعود المكتوم على هذا الأداء المميز، تهانينا لأبو أحمد عتيق بن سالم بن عرض الحمير المتمرس ولحظة وصوله إلى خط النهاية المركز الثاني، وصل هنا مليح من هجن الرئاسة قال محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الثالث أتانا مشاهدينا الكرام هنا قال أسد سعد الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني، وفي المركز الرابع لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان من وصل على المركز الرابع، وفي المركز الخامس من هجن العاصفة. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة بهذا التحدي المميز الجميل. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتابع الصوبي 7:24 أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راهب سعود مكتوم والتهنئة لأبو أحمد عتيق بن سالم بن عرضي الحمير يضيف السيارة الثانية في رصيده بينما المركز الثاني 7:25 خمسة من الأجزاء من الثانية مليح من هجن الرئاسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. أما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام والتدخلات هنا كان الأسد لسعادة الشيخ مشعل بن عبد الله بن عبد الرحمن آل ثاني ومصر بن علي بن عبيد السناري في تضميره، تهانينا والناموس على هذا الأداء 7:30 جزء واحد من الثانية، تهانينا للجميع.